هاي جايز كيفكن؟ يوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر اليوم احنا عم نلعب واليوم جايز راح اورجيكم الشخصيات الجديدة راح تنزل في بيكي بالتحديد القادم التحديد تبع تي اي دي سي او ذا اميزين اند ديجيتال سيركس طبعا هذا هو الاسم الكامل ذا اميزين ديجيتال سيركس ترجمة تبع بالعربي هي السيرك المدهش الرائع الرقمي أو زي هيك بس بالإنجليزي the digital amazing digital circus أوكي فا ويب هذا التحديث رح ينزل جايز قريبا قبل كريسمس بشوي كل اليوتيوبرز حكوا عن هذا الشي برونات كثير يوتيوبرز أجانب حكوا عن هذه اللعبة عن هذا التحديث أقصد رح ينزل هي مانا لعبة هي يا جماعة إنه هي يا جماعه رسوم متحركه فخلينا نبلش بهذه الشخصيه الاولى ما رح نحكي كثير عن هذه الرسوم المتحركه لانه أردي حكيت عنها بالفيديو الماضي تبع انه تبع انه السيرك الرائع حينزل ومدري شو تفرجوا هذاك الفيديو مشان تعرفوا التفاصيل عشان يا جماعه كان الفيديو كثير صعب علي عشان اصوره لانه ما بعرف ما ما كنت بعرف ولا معلومه عن هذه الرسوم المتحركه لانه رسوم متحركه جديده نزلت قبل ثلاث أسابيع بس يا جماعة جمعت كثير مشاهدات إنه 80 مليون مشاهدة على اليوتيوب لو بدكم تتفرجوا عليها اكتبوا تي اي اه حرف تي بعدين حرف اي بعدين دي بعدين سي وبعدين اكتبوا مترجمة بالعربي لو بدكم تتفرجوا لها بالعربي رح تصلكم فبالانجليزي عليها 80 مليون مشاهدة تخيلوا يعني كثير 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 مشهورة فانشهرت بس أحس إنه انشهرت بس لمدة يوم وخلص هلا ما صار الناس عم يحكوا عنها بس دي الناس اللي بيلعبوا دي بلشوا عم يحكوا عنها لانه بيقولوا انه بيكيكس رح تعمل تحديد رح تنزل فيه ملابس هذه وكل شيء فحبيت اني اقلد الشخصيات اللي موجوده بالرسوم المتحركه في دي زي ما كنتوا شايفين الشخصيات اللي هلا عنا اعتقد اسمها بومني او آه اشي زي هيك جايز راح صوتي ما عليكم اوكي آه مهم فروح يا جماعة أي... أي قميص البس لأنه في كثير بس أعتقد هذا أكثر واحد مناسب عشان فيه نفس الألوان هلأ بدي جايز إنه شورتس اللي يكونوا كذا فيهم هذا العلو كأنه شورتس آه ما بعرف شو اسمه شورتس بالعربي البناطيل القصيرة أوكي شورتس اسمه شورتس شورتس خلص فا أفكر فكرة على سيرفر ديسكورد تبعي لأنه بلشنا عم نصور القصة لو بدكم تساعدوني بتصوير القصة أو تشيل الصوت تبع القصة ف لي جايز بتعليقات لو انتو داخلين على سيرفر ديسكورد تبعي ولا لا فرابط سيرفر ديسكورد تبعي بصندوق الوصف بس ادخلوا عليه بعدين حملوا تطبيق الديسكورد اول شي بعدين سووا حساب وكل شي بعدين اضغطوا على رابط بصندوق الوصف بعدين رح يدخلوكم على السيرفر تبعي روحوا على المكان تبع uh, announcements اسمه announcements معناتها أخبار بالعربي ف ليكو جايز هلا صرت شخصية فهلا جايز خلينا نعمل شخصية تانية اللي هي هذا اللي لابس كذا كل شي أحمر كتير غريب بس المهم خلينا نكمل كايز بالحكي يعني عن ديسكورد، فرابط اللي بصندوق الوصف بتدخلوا عليه وتدخلوا على سيرفر روحوا على مكان اسمه اناونسمنتس اللي فيه الاخبار، هنيك اخر خبر اللي انا نزلته كتبت لكم انه اوه بلشت عم قصة، ساعدوني آه لو بدكم تساعدوني ادخلوا على هذا السيرفر، فعملوا سيرفر ثاني اللي فيه بس عن القصة، كاتبة فيه السيناريو، الادوار، الصور وكل شي، فادخلوا عليه كايز و. ادخل على السيرفر عشان هنيك راح تلاقوا السيناريو الادوار وكل شيء لو بدكم تساعدوني كمان بتسجيل الصوت افتحوا تيكت المهم كل التفاصيل هنيك القصة كثير كبيرة فمحتاج الناس تسجل معي صوت وتصور معي القصة هلا خلص اخترت جايز الشخصيات الرئيسية من متابعين يعني اخترت ماني شخصيات رئيسية اعتقد بس اص اصوات يا جماعة لازمني كثير ناس تسجل معي صوت لازمني كثير كمان محتاج الناس اللي تساعدني بتصوير القصه في بيكيكس دي انه بس تكون شخصيات ثانويه مثلا معلمين لانه هذه القصه بمدرسه بتكون اغلب شيء اغلب الوقت بتكون بمدرسه محتاجه كذا يعني اساتذه اللي يبينوا نفسهم هني اساتذه ويحكوا بصوتهم جايز راح يكون امر كثير راح تكون افضل قصه بيكيكس دي في التاريخ بيكيكس دي كله احس انا جايز بصنع افضل قصص بيكيكس دي يعني واو لازم لازم يكون عندي فيلم تبعي بنتفليكس اوه ماي جاد جايز تخيلوا المهم هاي القصه هاي بتجنن لازم تكون في نتفليكس حرفيا 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 ولو ما تفعلتوا عليها خلص انا رح اعتزل اللعبه رح اعتزل القناه رح اعتزل حيات, رح حياتي رح اعتزل كل شيء لانه القصه جايز من زمان كثير وانا بشتغل عليها على الشخصيات على السيناريو على الحوارات يعني لا لازم ضروري تتفاعلوا عليها المهم يعني هاي الشخصية عنا شوي صعبة بهالمرحلة عشان الأعين ما عنا ياهم ما عنا هالشكل تبع الأعين بس ليكو حامل هالكمامة هاي مشان يبينوا كأنهم أسنان والأعين يا جماعة حامل بس عملت بس هذاك الاشي هلا حامل هذا الشعر عشان أبين لون أحمر أنه مش مبين ف يب أحس اللبس شوي accurate. ف يب لازمني عصا لازمني عصا عنا ياها ترى ليك صرت شوي اشبهها يوم هلا خلينا نتحول لها الشخصيه هاي فشعرها زي هيك تقريبا تقريبا مو مية في المية بس ما بدي ابحث كتير ما عندنا اصلا شعر زي هيك انا خلاص حفظت الشعور اللي في بيكيكسي عنا فحأخد بس هاد ما بدي ضيع وقت أبحث عن شعر اللي اصلا ما عنا ياه فعملت هاد صبغته بالاحمر عملت لهذيك لون بشرة عملت الوجه شوي بيشبهها عملت هذيك الشغلة براسي هلا خليك عايز نختار ملابس فكرة القصة تبع هذا الرسوم متحركة هي سلسلة تبع رسوم متحركة فالقصة تبعها هو انه أم ست اشخاص لا هي امرأة بتنحبس بسرك فيه ست ناس تاني كمان مه... لا خمس ناس تاني هنيك كمان محجوزة فهيك ما رح تنحجز معهم رح يصيروا ست ناس محجوزة بهذاك السرك وما ادري صراحه ايش بيصير صراحه بعدين بس المهم كذا الناس بيكونوا محبوسين ما ادري ايش بيعملوا انا كثير انشهر هذا والناس بتحبه زي ما انشهر تورال دراما تعرفوا جايز تورال دراما المسلسل مو المهم هذاك الرسوم تبع تورال دراما فتوتال دراما الكل عم يتابعه كل اصدقائي الامريكيين عم يحكوا عنه دلسة. أم, أم كان بدي كان بدي أتبع بس ما صار بدي أتبعه المهم هذيك هي كيف طلعت هذي الشخصية كمان ياي ترى روبلوكس لما انشهرت عملوا عنها رو... عملوا عنها لعبة بروبلوكس صار اسمها تورو روبلوكس دراما كثير انشهرت فأحس نفس الشي رح يصير مع بيكيكسي بهذا الرسوم المتحركة الجديدة المهم عملت بس ثلاث شخصيات صراحة أحس إنه عم يشبهوهم حاولت كل ما بجهدي بس هذه الملابس اللي عنا في بيكيكسي. ما عنا كثير يعني فما طلعوا كثير كثير بيشبهوهم بس ما عم حاولت، فبتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو اكتبوا لي بتعليقات شو اكثر شخصية حبيته وايش رأيكم بهذا التحديد هذا رح رح تحبوه ولا لا لما حينزل؟ صراحة انا متحمسة انه كذا تحديد سرك وكذا شخصيات فمتحمسة المهم بس هيك جايز راح نخلص هذا الفيديو. اتمنى يكون عجبكم ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة لو ما كنتم مشتركين بالقناة بعد كمان حطوا لايك الفيديو وبس باي نسأي فيديو الجاي.